أتشرف بالترحيب بسعادة الدكتور عمر الدرعي المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. سعد الدكتور، مرحبا بك معنا. حياكم الله. يا مرحبا. عندما يغادر ولي الأمر هذه الحياة، عندما يذهب إلى رب كريم ونجد تلك المشاعر من شعبه، من مواطنيه، ذلك الحزن، ذلك التقدير، الوفاء، كيف يمكن أن نقرأ قصة هذا القائد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الشيخ خليفة طيب الله ثراه رجل أحب هذا الشعب فأحبه الشعب، أجمع الناس على محبته، ما إنسان ذكر له هذا الرجل إلا وستجد تلك المشاعر الصادقة تجاه الشيخ خليفة طيب الله ثراه. رجل محب، رجل هو منبع للقيم والمكارم. عشنا في عهده طيب الله ثراه أرقى ما يعيشه الناس في استقرارهم، في اقتصادهم، في ازدهارهم، في سعادتهم، في حياتهم. إني لأذكره في النعي مبتهلا والنفس داعية والدمع كالنهر، يا ربي فارحمه، أكرم نزله كرما، أسكنه روضك في مرفوعة السرور، قد كان فينا كريما فاجزه كرما بقدر إسعادنا يا مسعد البشر، قد كان فينا رحيما أعطه مددا، القرب هبه بحق الآي والسور. الشيخ خليفة طيب الله ثراه قاد هذه الدولة في ظروف صعيبة وعظيمة، أمواج متلاطمة، قادها إلى التمكين، هذا المعنى الذي وجدناه حاضرا في استقرارنا، في اقتصادنا، في ازدهار هذه الدولة، في تواصلها مع الشعوب والحضارات. الشيخ خليفة طيب الله ثراه عشنا في عهده أعوام متميزة، عشنا عام الخير، عشنا عام القراءة والمعرفة، عشنا عام التسامح، عشنا عام زايد، وكان بحق وحقيقة امتداد زايد فينا طيب الله ثراه. طيب الله ثراه، نهجه خير، ومن مدرسة خير، ومن قادة عظام وولاة أمر مصلحين دوما. عندما نتحدث عن تلك المدرسة العظيمة والأصيلة، مدرسة أبونا زايد طيب الله ثراه، يعني ما هي الأسس التي برأيك أنجبت لنا قادة يحبون شعبهم، يقتربون منهم، يسعون دوما إلى راحتهم؟ الشيخ خليفة كان يعني صن أو أباه إن صح التعبير، كان رحمه الله يحيي فينا مآثر الوالد المؤسس الشيخ زايد طيب الله ثراه في كل شيء، في البيت، في الحكمة، في التلاحم المجتمعي، في قيادة هذا الاتحاد إلى بر الأمان، في صنع تنافسية متفردة. الشيخ خليفة طيب الله ثراه شخصية محورية في الاتحاد، شخصية محورية في الاقتصاد. هذه الدولة اليوم تعيش على يعني مآثر وثمرات هذا الامتداد المتسامي والمتناغم ما بين مرحلة التأسيس ومرحلة التمكين. نحن في شعب دولة الإمارات العربية المتحدة لم نستشعر أي فرق ما بين زايد الخير والعطاء وما بين خليفة الخير والعطاء، وها نحن اليوم في عهد سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس هذه الدولة يحفظه الله ويرعاه، الذي نبايعه بالسمع على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره، وكلنا تفاؤل وأمل باستمرار هذا النهج المتفرد والأسلوب
الراقي العظيم صحيح. الذي يثمر خيرا على بلادنا وعلى الإنسانية جمعاء بإذن الله تعالى. اليوم ما نراه في دولة الإمارات والعالم، انتقال سلس للسلطة في دولة الإمارات، مشاعر الفرحة بتولي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، يعني ما سر هذه المكانة والمحبة لشخص محمد بن زايد؟ سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد رعاه الله كتب خطاب مبايعة عظيم في معانيه، عظيم في كلماته صحيح. ما أحرانا أن نتأمل تلك الكلمات الصادقات والتي جاءت تتويجا لمرحلة وصداقة مستمرة بين الشيخ محمد بن راشد والشيخ محمد بن زايد. فتلك الكلمات تلخص هذه المسيرة وأيضا تقرأ مستقبل هذه الدولة بإذن الله تبارك وتعالى. بإذن الله تعالى. اليوم نسأل الله أن يحفظ الإمارات وأن يحفظ لنا قادتنا. ماذا يمكن برأيك أن نسعى دوما سعادتك إلى الحفاظ على هذه القيم الأصيلة التي نعيشها هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، تلك المحبة المتبادلة بين قادتنا وأيضا نهجهم الأصيل تجاهنا دوما؟ ما المطلوب منا كمواطنين كمقيمين على أرض دولة الإمارات في ظل ما يحصل في العالم من تجاذبات، في ظل ما يحصل في العالم من اختلافات في شعوبهم بين قياداتهم وبين أوضاعهم المختلفة؟ أول هذه المعاني هو أن نجدد العهد بالولاء والسمع والطاعة لقيادتنا الرشيدة والحكيمة، وأن نقول بلسان واحد بالسمع والطوع بايعناك للأبد للشيخ محمد بن زايد حفظه الله، بالسمع والطوع بايعناك للأبد يا ظل زايد يا حامي حمى البلد، هذه إماراتنا قامت مبايعة فامدد يديك لها تفديك كل يدي، حييت من خلف تهفو القلوب له سبحان الله، فأنت للناس مثل الروح للجسد، طلعت فينا كوجه الصبح مؤتلقا، والدهر والعيش والآمال في رغدي، ها نحن ندعو وكل الناس داعية، ها نحن ندعو وكل الناس داعية، يا ربي أيده بالتوفيق والجلد، يا ربي كن معه بارك مساعيه، أفض عليه بفيض النور والمدد. فهذه المعاني والدعاء للحاكم والسمع والطاعة، نحن نعيش قصة أبوية بين الحاكم والرعية، هذا الامتداد الأبوي الذي نستشعره، هذه المعاني، هذه القيم النابعة من القلب والصادقة، والإنسان صادقا بها ظاهرا وباطنا يستشعر أن هذا الحاكم هو والد له، ويستشعر نفسه ابن لهذه الدولة. فلنكن أبناء بارين بهذا الوطن، ولنجدد العهد بالولاء والسمع والطاعة والعمل والإنتاج والتنمية والبناء والتكامل من أجل مستقبل زاهر يعيش فيه بإذن الله تبارك وتعالى أجيالنا أعواما بعد أعوام بإذن الله تعالى. نسأل الله أن يحفظ قادتنا وأن يديم علينا الأمن والأمان والرخاء، وأن يرحم قائدنا وباني نهضة الإمارات دوما الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وأن يحفظ الجميع. كل الشكر والتقدير لك سعادة الدكتور عمر الدرعي المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نفرح دوما بالحديث معك سعادة الدكتور لما له من تأثير، وأيضا لحضورك الطيب ما شاء الله دوما. الله يسلمك. كل الشكر والتقدير. شكرا.